حبايب، قبل ما يبتدي هذا الفيديو بدي أخبركم أنه أنا وليدر عملنا فيديوهين مشتركين، واحد على قناتي وواحد على قناته. بعد ما تحضروا هذا الفيديو فوتوا على صندوق الوصف، رح تلاقوا رابط الفيديو الثاني أو فيكن تلاقوا بأول تعليق مثبت. وهلا بقلكن مشاهدة ممتعة. متأكد انت هذا الاوتيل حجزته على الانترنت؟ ايه متأكد هذا الله. طيب شو عطاني الغرفة؟ مين حجز، انا ولا انت؟ شكلي نسيت. لك لا تذكرت امشي تابع. من وين قال لي هيك ولا هيك؟ لا هيك هيك لا. يا سلام، واخيرا قدرنا نهرب من البيت يومين. لكن يومين قال يومين قال لك لا هدي. ايش عم تساوي؟ ايش بك؟ لك وقعت عوراء، انا ما يصير شيء للغرفه والله. بتحطط من فوق او تحت؟ لك شيء حسيتك سو. لك عم بقول لك دافعين مصاري. ايه خلص تمام، ما حد دافع مصاري غيرك. كان كل شوي دافع مصاري دافع مصاري. لك خلاص ايه مصاري مصاري، ما حد دفع مصاري غيرك. كل شوي دفعت مصاري دفعت مصاري، لكن جيبنا بنجيب كل هذا وخلصنا. لا لا لك اسمعي، هلا بننزل بنجيب الاغراض بنحطهم هون، بعدين بننزل بنتفتن. اصلا ما جينا لحتى نبرق بالغرفه. اي اذا هيك قوم لك امشي. يلا قوم خلصنا. والله ما راح اعيب شيء ما راح اعمله اليوم. والله يجيرنا من مصايبنا، والله يجيرنا من مصايبنا. ما قلت لك جاييني اقابلوا بناتي يشربوا منكر؟ ما صدقتني. تف من دمك، تف من دمك، عم بتسيء الظن انت هيك. يمكن لا في بنات ولا في منكر. لك شو جاييني اعمل هون؟ فهمني قول لي بسرعه. والله ما بعرف، عنا عنا قلشنا نشوف. لازم ما نضيع ولا لحظه. امشي دوا علي ونروح. طيب من الباب؟ شو من هون؟ وين؟ اجراء يتكسر وبالا. وين ياخذنا ابو عباده؟ ولك اسمع منيش، هدول جايين يطبقوا بنات هون اكيد. انو بنات؟ ما بنات، مالي شايف ولا بنت هون. لك في اسمع منيش، شباب بسن المراهقه مشان شو جايين لهون لك؟ امشي لنشوف. امشي. لك وينو هاد؟ وينو نزلني وراح؟ شو هو عطيني رايح بالموتور طاق؟ تخرب بيتك. منين جبتوا انت ها؟ عيب عليك، مو قلت لك اليوم بدي اخليك تسلطين؟ اطلع معي، اطلع لعلي. لك ليش انت هتعرف تسوقه؟ مو عيب؟ اطلع اطلع وتفرج. اطلع. لك وين بدي اطلع؟ لك اطلع خلصنا بدنا نمشي. اطلع لك اطلع. ايش بك خايف؟ انت بتعرف تسوقه ها؟ لك خي والله بعرف اسوق. اطلع. جاهز؟ جاهز. يارب تشبسوا. لك اتركني بقى، انا ما بقى اتحرك من مكاني. ها أبو جمعة، أبو جمعة إجراي يتكسر وبابا أتحرك. لا هذا طول أنت، لا هذا ما خرجك منوك. يروحوا يقابلوا بنات إيش ما بدهم يعملوا، ما بقى أتحرك، ما بقى يهمني. إجراي يتكسر وأنا زلمة كبير. راحوا يقابلوا بنات، راحوا يقابلوا بنات. إيش بدهم يعملوا؟ أنا إجراي يتكسر وزلمة كبير ما بتحمل يا أبو عبادة. رايح أجيب بسكليت مثل ربع عليه. هذا ما هو بسكليت، هذا موتور. موتور؟ إي موتور. لك إيش هو هذا بسكليت؟ روح خلصنا روح. ثقف كرمال الله. أكيد تعرف السواق؟ أيوة والله بعرف أسوق، والله العظيم بعرف أسوق. لا ما تعرف السواق، ما لك ما لك. بس أنا عندي فوبيا. بس أنا عندي فوبيا. لا أبو جمعة اطلع 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 اطلع. لك الله لا يوفقك يا ابو عباده، كنت تعستني. انا ما بتعرف وقفه. لك بعدين انت ايش جابك لهون؟ بركي عدوا شافوك. ما انا شفتهم معديين من هون. مدري الله لا يوفقك، بس ما يكونوا شافوك. لا لا ما شافوك. قوم قوم خلصنا، قوم قوم. انا بدي اسوق. الله لا يعطيك العافيه. اطلع اطلع خلصنا. اطلع اطلع.
يا مزة. لا أنا مزة. وين الأولاد؟ ما بعرف ضيعناهن. ضيع. سمعت. ضيع. سمعت. ضيعهن. سمعت قالوا بدهن يروحوا على الكافيتريا. أنو كافيتريا؟ كافيتريا على رأس الحارة. إيش رأيك نروح نحكي؟ يعني متى تطلع على الموتور؟ لكن ما بده موتور كأن الكافيتريا أمشي. بتعرف كأس العالم هالسنة للمغرب؟ صار لنا النبي نحن بحياتنا ما أخذنا كأس عالم، أنا بقول أرجنتين خلينا. معلم عفوا الله المغرب عن خبرة. أبو عبيدة مالي شايف لا بنات ولا شيء. مستحيل مستحيل، إذا كنت تجيبوا لهم على الكافيتريا ليش إجوا؟ كانوا يتسابنوا. لكن بركي جوعانين أو بدي أشربوا لهم كاسة شاي. كاسة شاي كاسة شاي. صار لنا النبي ما بتعرف شيء، نحن إيمتى أخذنا كأس عالم؟ أنا بقول الأرجنتين يعني الأرجنتين. معلم ما أخذنا بس أول مرة رح ناخذه. وراح نقلعكم عيونكم. اما ميسي بكره بتشوف شيء الكاس. اتشاريت؟ ايه بشاري. من ايش لايش؟ من بدك يلا بديك. بدك يلا. طب ابو عبيده احسن منا بيركين على الفاضي، وصلنا عشان نشربه. بدك تشرب كمان؟ بدك تهرم الله. لك اخي وصلنا كوكتيل على ليلة. شو؟ كوكتيل ما في. كاسة شاي. اذا كان عجبك. انا ما بشرب شاي. والله ما موجود غير الشاي. لا يكون بك شاي. سوب! الله يعطيك العافية على هالبروة هي. اسكت هادي خلي على الكافيتريا وما مع غير 50 ليرة. 50 ليرة؟ خليتني انا ادفع الحساب. انا طلبت حالي، انت ما طلبت يعني طول. انا طلبت بس دفعت. اي اسكت اسكت، انا حق علي من البداية، ما كان لازم ادفع على واحد مثلك. شو مثلك ما مثلك؟ لا انت بدك واحد يعلمك شلون تحكي. يلا هون قلت واحد من هون. His name is John C. ماما عندك مخدات؟ الله لا يوفق في القطة. تنظيف تنظيف تنظيف، ما عاد بعتوه ينظف الغرب غير انا. منو انتو؟ مين؟ ما بعرف. على هالدوشة اللي عملناها لازم يستدعوا الامن، وين يستدعوا لها المهبولات؟ مين انت ولا؟ ولا؟ شكلكم انتو ما بتعرفوا مين عم تحكوا. ايوه ما مين عم نحكي يعني؟ انا اللي مستلم الاوتيل. ايوه شو يعني؟ يعني طلعوا من الغرفة بدي انظفها. لا شكله هاد بده ياكل قطلة. عليه؟ لا 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 اطلع اطلع اطلع. انا ما بنش، ومن تكون تنشي سنة ما تشوفوه. ياكلنا لازم نبغى مزوتر. والناس ونصدق أبغى من 50-50 كازان بس. عايزة. لما كان كيس. يا اخي انا ما عاد اقدر ابدا اندخل. انا متاكد جايين يقابلوا بنات. لك يا اخي صار لك من الصبح بتقول لي بنات وبنات، ما شفنا شيء. انا متاكد. شو بدنا نعمل؟ لازم نكشفهم. شلون؟ جبت المفتاح تبع الغرفه. شلون جبت المفتاح؟ شو نسيت انا ابوه؟ فرجيته هويتي وعرفوا انه انا ابوه. اسمع. افتح 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 افتح. مسكناكم مسكناكم. وين بنات؟ وين بنات؟ انت وياه. بابا وين البنات ابو عباده؟ شكلنا احنا خربطنا بعنوان وما في بنات. بنات؟ يعني انتوا طايرين كل هالمسافه لانه شاكين انه معنا بنات؟ ماما ماما انا ماما ام عباده شلون جيتي لهون؟ انت ما عجبك لهون انت؟ بعدتوا تاركيننا بالبيت وجايين لهون تقابلوا نسوان. نسوان؟ انو نسوان؟ صلي على النبي يا حرمة، انت شو بتحكي؟ احنا كنا جايين نرقبوا لهدول. بسم الله العظيم كله منه. والله العظيم كله منه. هو اللي هو مني انا مني مني. ايه منك انت، انت مطلع بالحو بنات والبيت. انت شو عم تحكي بتعفس؟ طب والله هو والله. لا 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 انا مشيت علي، انت مشيت عليك يا جماعة. شوفي شوفي شي انا ما خطي شي. فجينا شوف استغفر الله العظيم. وانا كمان هيك عم بقول يا خاينين انت وياه. هو اللي جايبين بنات ورحنا جينا نسوان. حلو شكله بده يصير احداث. يا منى يا منى الله هات شو هات حط اسمع لك هالحكي هاد كله حكيته ما مشي علينا النوم. تعال هون. والله شكله راح يصير مشاكل. ايش يعني؟ يعني تحت الجد بعرف. هلوم هدول عم بهربوا من جماعه. الحقيني مو بعده الحقيني.
تاركيننا بالبيت وجايين لهون ضربوا شو بتقلي ولا هون جايين ضربوا يلا يلا يابما بنات يعني انتو طريقين كل هالمسافة لانو مفكرين انه طيب فاكرين غير كملة لا انت بدك الواحد يربيك شلون تحكي ما زبطت ما زبطت ايش يربيك شلون تحكي؟ مين طفي لي في هاي الجملة؟ لا طفي طفي الكاميرا يربيك شلون تحكي؟ جبنا لها مرة ثانية انت لا انت بدك واحد يعلمك شلون تحكي او اذا دخل ربيك غير جملة كذا انا بدي اربيه ولا بدي اعلمه ايش بدك عمين عمين ليش جوع كثير يا انت تقولي ممكن جايين جوعانين بالدنياكم ممكن جايين جوعانين او يشربونا جي كاس جوع ايش قاعد بتعرف هالسنة وجيتوا ايدوا ثلاثة اثنين واحد بس احكم واحد وقف بس شوف لي هالمزة ابو عبدو لا ايش ابو عبدو ابو يا سلام واخيرا قدرنا نرهب بالنهار عيفة للكواليس انت واحد بدك يربيك تعرف لا بس تعبيه بدك يربيك تعرف لا السلام عليكم